المعركة النضالية الأساسية لأطر الدعم المفروض عليهم تعاقد مستمرة بمعية كذلك باقي المكونات ديال الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي من أجل إسقاط النظام الأساسي الذي يعتبر خارج الوظيفة العمومية من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. بالمقابل يستمر النهج ديال الوزارة الوصية على القطاع، نهج القمع ونهج التعاطي يعني القمعي مع نضالات الشغيلة التعليمية بالتضييقات عبر يعني توقيف الأساسدة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وكذلك الأساسدة الرسميين توقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم. على صعيد المديرية الإقليمية ما يزيد على 9 ديال الموقوفين، على الصعيد الوطني النسب فاقت يعني 600 تقريبا ديال الموقوفين والموقوفات عن العمل، يعني من أجل ضرب اللحمة ديال الشغيلة التعليمية ومن أجل كذلك كسر هذه المعركة التي أعادت الحياة لقطاع التعليم. نعبر اليوم انطلاقا من الشكل النضالي وباقي الأشكال النضالية والبرنامج النضالي المسطر على استمرارنا في درب النضال، لا من ناحية الموقف رفضنا الكلي للنظام الأساسي والمطالبة بإسقاطه، لا من ناحية ديال الممارسة استمرارنا في كل الأشكال النضالية تحصينا للمعركة النضالية وتحصينا للموقوفين وكذلك الأساسيين الذين تمت متابعتهم على خلفية نضالهم من داخل تنسيقية الوطنية الأساسية لأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. وهنا لابد من ذكر بأن اليوم كانت جلسة محاكمة 14 أستاذ وأستاذة وإطار دعم المفروض عليه التعاقد وتم تأجيلها إلى 6 فبراير. إذن كل هذا التعاطي، السرقات من الأجور، بل وصل الأمر إلى استدعاء يعني الداخلية كتجي للمؤسسات التعليمية وكتمنع الأساسيدة من وقفات داخل المؤسسات بعد ما تم غلق ديال القاعات ديال الأساسيدة ومجموعة من التضييقات، لن تنال من عزيمة الأساسيدة. البهرجة الإعلامية في الإعلام الرسمي على أساس أن المؤسسات عادت للاشتغال بشكل طبيعي يكذبها الواقع ديال الاحتجاجات، يكذبها الأشكال الاحتجاجية على الصعيد الوطني ويكذبها كذلك استمرار الأساسيدة في النضال. إذا معركتنا ما دام أن الهجوم مستمر فمعركتنا مستمرة، ولن يرهبنا لا القمع ولا جحافل القمع التي يعني دائما موجودة أمام الأكاديمية ديال دالفيدا 16، لن يرهبنا التوقيف والمحاولات ديال كسر المعركة واستهداف مناضلي لا التنسيقية الوطنية الأساسية المفروض عليهم التعاقد ولا باقي التنسيقيات، وأن ما دام الهجوم مستمر وخا يوم يخفتوه ولا يخفضوا فيه بالقمع ديالهم أكيد غيجي واحد عود مستجد ويعيد الأساسيدة للاحتجاج. كيف ما جاء النظام الأساسي وأخرج الجميع ديال الشغيلة التعليمية إلى الشارع، فما دام الهجوم مستمر فالنضال سيستمر.